أنا ألمح إن حضرتك يا أستاذ أحمد لديك أمل في عودة عمران خان لسدة الحكم من جديد، هل واقعيا بالفعل من الممكن لعمران خان أن يعود كرئيس للوزراء لباكستان مرة أخرى؟ نعم، نأمل ذلك، والإشارات والشارع كل هذه الأمور تشير إلى أنه سيأتي إن شاء الله وبقوة، وسيؤسس أو ينشئ حكومة قوية جدا بإذن الله، وتكون بأغلبية مطلقة في البرلمان حتى يستطيع تمرير القرارات التي تهم الشارع الباكستاني وفي مصلحة الشعب، التي تكون في مصلحة الشعب الباكستاني.